لكم من قاعة الكونسرت الكبرى بالعاصمة السويدية ستوكهولم، وننقل لكم على أنغام هذه الموسيقى بلد عربي، مقطوعة موسيقية للموسيقار جونتر شولر، يعزفها فرقة ستوكهولم الفيلهارمونيكا. ونحن ننقل لكم وقائع تسليم الأستاذ نجيب محفوظ جائزة نوبل للأدب لعام 1988. سيقوم جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد، ويسلم جلالته جائزة الأدب إلى كريمتي الأستاذ نجيب محفوظ. And now, may I ask you, Miss Nagib Mahfouz, يدعو and you, Miss المستر Mahfouz, to step forward to receive from the hands of His Majesty the King on behalf of your father, Nagib Mahfouz, the Nobel Prize for Fatima, 1988. وقد وقفت الآن للتقدم لتسلم جائزة نوبل للأدب من يدي الملك كارل جوستاف السادس عشر. تتقدم أم كلثوم وفاطمة، ويحاول جلالة الملك مداعبتهما، ويسلم الآن على أم كلثوم وعلى فاطمة، وأعطاهما الجائزة. وهنيئا للأستاذ نجيب محفوظ، هنيئا لابن الحضارتين الفرعونية والإسلامية، هنيئا لمن رضع لبانهما وتغذى على آدابهما وفنونهما، فأنتج لنا أدبا استعاد للعربية عالميتها وللعروبة مصداقيتها. كانوا هما في ستوكهولم ومحدش داري باللي بيهم في عقلهم وفي قلبهم، ان هما مرتبكين وخايفين وحاسين انه في عبء عليهم وهم جوه الحفلة. إنما نجيب محفوظ كان هنا في القاهرة، كان قاعد قدام شاشة التلفزيون وهو بيتفرج على مراسم الحفل اللي فيها بناته، اللي هو كان سعيد إن هما اللي بيستلموا الجائزة مش هم. اللقطة دي لقطة صحفية عظيمة جدا اتخذت له، والحفلة بتتذاع، وأكيد أنتوا شفتوها بقى بعد ما رجعتوا. شفتها بعد ما رجعت. ده كان في البيت ولا في الأهرام؟ ده في البيت. في البيت يتهيألي. استلمتوا يوميها، اخدتوا شهاده التقدير اللي هو بعد كده اتصور بيها والميداليه. وبعدين بعد كده كلنا وقفنا صف، واعضاء يعني العيله المالكه كلها كانت بتسلم علينا واحد واحد، وبعدين كان في عشاء بعد كده. وتاني يوم كان في الملك عامل عشاء. المره الاولى اللي المشاهد او القارئ العربي أو المتابع العربي يشوف أولى محاولات نجيب محفوظ لاستعادة القدرة على الكتابة والخط بعد العملية. نظرا لمكان الطعنة تأثر ذراعه الأيمن وما كانش عنده قدرة أنه هو يحرك إيده ويكتبها، دي المحاولة ويكتب بيها. دي المحاولات الأولى أنه هو يرجع يكتب اسمه، فقط اسمه نجيب محفوظ بالعربي أو بالإنجليزي. يعني هو الغرض ما كانش في المحاولات الاولى، الغرض مش الابداع قد ما هو يحرك ايده، دي تمرينات. بس برضو المحاولات والشخبطات دي، انا في ايدي كراسه تقدر بالملايين، الكراسه دي لو اتحطت في دار مزادات تتباع بملايين، لان الكراسه دي فيها المحاولات الاولى لنجيب محفوظ للكتابه بعد الحادثه. بخلاف قيمتها الانسانيه، الحقيقة إن هي بتقول كمان عن أفكار ذلك الرجل. هو لما ابتدى يكتب القلم وابتدى يكتب اسمه، ابتدى في المحاولات دي يقول إيه؟ نجيب محفوظ يكتب، يقول الله واحد لا شريك له سبحانه. على فكرة احنا بذلنا مجهود كبير عشان نسبر طلاسم هذه الكلمات، لأنه الحقيقة هي أقرب للشخبطة. محمد رسول الله وأنا عبد الله نجيب محفوظ. الجائزة دي هي قيمتها الأدبية هي الأهم لأن هي الأرفع، إنما كمان المفروض إن هي هدية، يعني قلادة قيمة جدا
لأنه بيقال إن هي من الذهب الخالص، صحيح؟ هي أول ما ماما شافتها قالت له دي مش ذهب، وراحت تأكدت لقيتها مش ذهب. يعني إيه يا أستاذة هدى؟ يعني جايزة مغشوشة. أعرفش إزاي حاجة تحصل زي كده، ما برضو مختلف عن الباقيين، أخد جايزة كلهم أخدوها ذهب وهو أخدها فضة. لا معلش الكلام ده بالغ الأهمية وبالغ الحساسية. حضرتك بتقولي إنه قلادة النيل، القلادة اللي تسلمها نجيب محفوظ، كشفته عليها عند الجواهرجي، هي ماما لما شافتها قالت دي مش ذهب، يعني هي كانت مطفيه مطليه، يعني لونها مطفي، حتى لما تقارنيها مع اللي اخده ما شاء الله، مش عايزه احسده من الجاي، لا هتلاقي اللون مختلف، فقالت له دي مش ذهب، احنا عارفين انها المفروض ذهب يعني. وراحت سالت قالت له مش ذهب، طبعا بابايا مش فارق مع الحاجات دي يعني. بس هي غريبة إنه حاجة تحصل، متهيألي دي أول وآخر مرة هتحصل حاجة زي كده. والدتك أخدت القلادة بعدها على طول تاني يوم مثلا؟ لا مش متذكرة، بس راحت سألت عند السايغ. كشف عليها وقال لها إيه بقى؟ فضة. فضة مطلية. يعني زي ما بيقولوا بيج نيوز الموضوع ده، حاجة. وهي على العموم عند وزارة الثقافة يعني. لا معلش انت ما بلغتوش حد يعني؟ نجيب محفوظ ما يعني في 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 حاجة في النص حصلت غلط، هو ما طلبش حاجة. ويعني ملعون ابو الناس العزاز اللي لما احتجنا ليهم طلع
طيب اكيد نيلي وصلت لقيت ناس كده بتتكلم يعني كمان يعني ناس مش ما لهمش اي علاقه باسره المسلسل او لهم يقول لك لا ده دي قصه حياه نيلي كريم ما اعرفش ليه قالوا كده لا خالص يعني في ناس قالت انا نفسي ما اعرفش قصه حياه نيلي كريم انا على فكره نيلي اشتغلت 4 سنين مع العدل جروب انا اول مره اشتغل معاها كمؤلف واحنا بقينا اصدقاء اصلا بعد المسلسل يعني انا لا عمري قعدت مع نيلي ولا عمري اعرف اي حاجه عن نيلي البيرسونالي يعني محدش يعرف تفاصيل حياتي نيلي يعني انا نيلي الفنانه الجميله اللي انا بحبها بذاته وبحبها بكل عملها بس ما اعرفش اي حاجه عن حياتها الشخصيه اطلاقا على فكره طب ليه الناس قالت كده يا نيلي ما اعرفش يعني مش عارف يمكن عشان حته الباليه بس ربطوا يعني يمكن الربطه جت من هنا لكن احتمال على فكره احتمال عشان طلع راقصه باليه فربطوا بين ان نيلي راقصه الباليه وجميله يعني احتمال كده يعني طيب مبدئيا لازم تقولي جمله واضحه كده واضحه انه لا دي مش قصه حياتي انه ما اعرفش ليه عمال الموضوع يتصاعد لا انت قلتي كلمه حلوه كمان شويه ان دي قصه حياتك اصعب من اللي حصل دي مش قصه حياتي خالص قصه حياتي اوحش من كده لا 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 اوعي تقولي كده يا نيلي يعني مراتك كانت قاعده مع جميله بتشجع جميله طبعا مليون في الميه مليون في الميه وحالي زي حال الناس اللي بره ان مراتي تقلب عليا وحلقه المسلسل دي انا بعمل اي حاجه بس الزرع يعني فاهم بقص فاهم يعني بعمل اي حاجه تانية بس مش موجود لحظه اللي بتتفرج فيها على المسلسل لا بتقعد تصغر له من تحت لا تصغر له من تحت قول لي ان هي معلش قول لي ان امير قالت لك زي ما ستات كتيره جدا قالت لجوازهم في رمضان اوعى تعمل زي ما هشام عمل اوعى كذا طبعا قالت لك كده طبعا انا عايز يقول مامته قالت له ما في رقابه بقى في بس المعنى يعني يعني انا امي بتحبني طبعا ابنها وابنها الوحيد وكده فطول الوقت بقى بتقعد تتفرج على المسلسل اللي بعملها او حاجه بعملها وتبقى في عيني وخلاص عمرها ما تفعلت للدرجه دي يعني فتمام انا كل يوم بعد الفطار اكلم امي اروح لها مش عارف ايه وكده فالمهم فقالت لي عايزاك حبيبي تعالى لي النهارده وكده قلت لها تمام اول ما دخلت راحت شتماني على طول شتمتني يعني مش اللي هو حاجه بسيطه شتمتني وانا ما بتشتمش يعني فاهم فانا قلت لها بس قالت لي بجد انا كل يوم بعيط بسببك كل يوم بعيط بسببك لاعب منتخب مصر لكرة السلة واليد معا اهلا يا كابتن اهلا بك اهلا يا كابتن اهلا وسهلا بحضرتك انت مش قصير شويه
لا طويل شويه معلش. طب انا عايز اقول لكم بس ان انا لابسه كعب 5 سنتي، يعني انا المفروض يبقى المسافه اقصر من كده كمان. يعني لا انا لازم لا ما هو انت في التلفزيون بنشوفك طويل بس ما بنتخيلش انك بجد طويل كده. اعمل ايه بقى الكاميرات بتاعتكم بقى مش كاميراتنا مش مظبوطه. اتفضل يا كابتن، اهلا بيك والف مبروك كل البطولات اللي اخدتها. كنبه صغرت صح؟ كنبتنا ضيقه معلش احنا اسفين، اصل احنا بنعملها الناس طولهم مثلا ايه 170 175 بالكتير قوي، انما الطول ده ما عداش على البرنامج قبل كده. كام؟ عدي كتير ان شاء الله. كام؟ مترين 27 ما شاء الله. مترين 27 ما شاء الله. طب و من 10 سنين لما قالوا لك تنضم وتساند السبيشال اولمبيكس، كان عندك اي فكره عن العالم ده؟ كان عندك اي فكره عن البطولات دي، عن الاسر اللي عندها ابطال بس مش عارفه ان هم ممكن يعني يدخلوا في منافسات زي كده؟ ايوه كان عندي فكره طبعا، بس ما كنتش منغمس فيها زي ما انغمست بعد كده يعني، انما كان عندي فكره عن ايه هي القدرات الخاصه. انا كنت سفير للامم المتحده قبل كده لمده 9 سنين، فده ساعدني جدا ان انا اتعرف على هذه المجموعه الرائعه، يعني عندهم قدرات خاصه جدا الحقيقه. انما بالنسبه للسبيشال اولمبيكس بالذات هو ده اللي انا اتعرفت عليه بعد كده. ايه اللي انسانيا ايه اللي انضاف لك من التعامل الطويل مع العالم ده؟ ناس جميله جدا، جواهم احاسيس رائعه جدا، عندهم حب للحياه وحب للناس، وما عندهمش ضغائن، مشاعرهم جميله ومشاعرهم صادقه جدا، فبتنمي جواكي احساس بالسمو، يعني احساس بالسوبليميتي كده، بتترفعي عن كل الصغائر الحقيقه. هنا تسليم العلم، دي صوره تسليم العلم لابو ظبي. ابو ظبي 2019 هي اللي هتتولى رعايه السبيشال اولمبيكس، وده تيم شرايفر، ده كينيدي، دي امه كينيدي، اخت جون كينيدي. تيم شرايفر اللي هو رئيس الانترناشونال للسبيشال اولمبيكس. ايوه. والدته ايوه يونس، اخت جون كينيدي. اخت جون كينيدي. جون كينيدي، فهو اسمه تيم كينيدي شرايفر. يعني جون كينيدي خاله. بالظبط كده. خاله. وبينقلوا العالم من ابو ظبي. ابو ظبي في 2019 هي اللي هتاخد السبيشال اولمبيكس. هي فده كان مناسبه هايله. وفي ميري ديفيز واقفه كمان معانا اللي هي النائبه لتيم شرايفر، ومعانا ايمن عبد الوهاب، ومجموعه رائعه. تعرفهم اصل احنا دول بيبقوا ناس واقفين على المنصه وخلاص، انت زملاء. هي زملاء جدا، يعني كانت تجربه رائعه جدا الحقيقه. لمده العشر سنين اللي انا قضيتها مع المجموعه الرائعه دي تجربه يعني عمري ما هنساها في حياتي يعني. انا عايزه قبل ما ناخد فاصل عايزه اقول لكل الفضوليين والحشريين واللي بيدخلوا من خيرهم في اللي ما لهمش فيه، انه احنا كلنا ما يهمناش حسين فهمي متجوز ولا اعزب ولا مطلق ولا مخلوع، المهم انه هو عنده رساله انسانيه وفنيه ومعاه احلى ناس في الدنيا. بقى اللقب الاجتماعي ده على فكره مش فارق معانا خالص. عايز اقول لحضرتك انا كمان ما بيهمنيش انا زي بالظبط. انت فعلا كان لك تصريح قلته ايه؟ انا مخلوع فعلا قلت كده ولا دي مش في رئيس مخلوع، في فنان مخلوع، ايه المشكله؟ عادي. اي في الموضوع وظبطه كده بطريقه كلاس وبتاع. ايه المشكله يعني؟ دي بقت رتبه على فكره كويسه كمان. طب هي كده رجعنا لنقطه البدايه، واللي هتجاوب سؤالين صح ورا بعض هي اللي هتكسب. السؤال الجديد بيقول: كلنا عارفين ان الارض بيلف حواليها قمر واحد، يا ترى بقى كوكب المريخ بيدور حواليه كام قمر؟ انت بتعمل ايه يا فلفل؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ بعمل صوت الساعة علشان احسسكم بالخطر. تك 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 تك
الوقت انتهى ومحدش فيكم عارف الإجابة. الإجابة صحيحة هي قمرين. قمرين. مش هتسقفوا لي يا جماعة، أنا جاوبت صح. أنت فين؟ أيوة شكرا. برافو يا فلفل، برافو. معلش بقى يا ريت تركزوا عشان تعرفوا الجواب. كنت بقول زي أي أم طفلتها ربنا يحميها زي القمر، في الأول العيال ما بيتكلموش. قولي لي التسلسل. هو في الأول يعني هو التسلسل الطبيعي اللي أنا فهمته بعدين، إنه المفروض إنه الطفل وهو حتى أول ما يتولد أو عنده شهر شهرين، لما يحصل رزع في الباب أو حد ينده بصوت عالي أو حاجة تقع تتكسر، إنه هو يتخض أو يتنفض أو يعيط. أنا ما كانش عندي خبرة خالص مع الأطفال، فأنا كنت شايفة فاكرة إنه بنتي نومها تقيل بس، يعني ده كان ده اللي حصل معايا. انا اللي حصل معايا ان انا الحمد لله الحمل بتاعي كان طبيعي، ما كانش عندي اي مشاكل، كنت متابعه كل حاجه ومشيت يعني زي ما الكتاب بيقول. وبعد كده بنتي اتولدت ومحدش ابدا قال لنا انه في اختبار اسمه اختبار سمع او مسح سمعي المفروض انه المواليد يعملوه. فاحنا دلوقتي لما اكتشفت بعد سنه او سنه وثلاث شهور اكتشفت وبنتي عندها تقريبا سنه، ابتديت اشك وهي عندها 11 او 12 شهر ان هي ما بتلتفتش لاسمها. لما ابتديت اسال الدكتور وهو انا بعمل لها التطعيم، هي المفروض تلتفت لاسمها امتى، المفروض تتكلم امتى، قال لي ما بين 10 و 12 شهر المفروض تبقى على الاقل عارفه اسمها، لما تندهيها تتدور. ففعلا وهي عندها سنه ابتديت عندها كتير ما تتدورش، ابتديت اخد بالي انه لما بيبقى في مناسبات مثلا حد بيسقف حد بيزعق ما بتلتفتش. فقررت ان انا ابتدي ان انا ابحث في الموضوع. في ناس ممكن يقولك دي مشاكل بقى، ممكن يبقى في بقى ناس بقى يعني بتقرر تشخص كده، من بقيت في ناس يقولك ده توحد، لا دي عندها مشكله مش عارف ايه. فبس انا قريت على النت والناس كتير قالوا لي لا روحي شوفي الاول السمع اول حاجه. يعني دكتور الاطفال حتى يعني ما عملش اجراء طبي، هو قال لك المفروض يعني نظريا انه هي لما تنادلها تبص. هو المفروض انا سالته المفروض امتى تبدا تدور او اعرف ان اعرف ازاي انه في مشكله، قال لي انت لو شك انه في مشكله عشان انت اللي معاها في البيت ومعاها كل يوم، انا ما بشوفهاش كل يوم، هو مش تخصصه، ما عندوش الادوات اللي يعمل بيها الاختبار، بس هو قال لي انت كأم لو انت شاكه روحي اعملي اختبار عند دكتور سمعيات. انا بشتغل في شركه ادويه، تمام. فبندخل انتظار في العيادات عشان ندخل للدكتور. ففي مره من المرات اول ما دخلت عياده، ففي واحده ست راحت بقى قاعده لي كده عشان تشوف مساعد الدكتور هيدخل مين الاول. فالدكتور المساعد قال لي بص يا دكتور الحاله اللي جوه هتخرج حضرتك تدخل. راحت دي ايماله قال له ايماله قال له مين ده اللي داخل؟ قال لها يا حاجه ده مش عيان، ده دكتور هيخش للدكتور يقول له كلمه وخارج. ما هوش داخل دكتور، مش دكتور مش داخل. انا بقول لك اهو انت عمال تدخل وتخرج على كيفك، والاب اللي جوه دي جاي عليا وانا قاعد. الراجل قال لها يا حاجه ما تبقيش فزلوكيا، دي حجوزات. المهم انتهت القصة وخلاص بقى، وقال لها تدخلي امتى وانا ادخل امتى. فجوزها بقى قاعد راجل متدفي كده بقى. قاعد بقى واتخنقت خلاص مراته وبتاع وخلاص الموضوع خلص، قال لها تسمعي تسكتين. تسمعي تقعدي ساكتة، دول ناس لهم دماغ لوحديهم. تاني واحداث الشوط الاول
ينتهي بتقدم نابولي بهدف واحد دقيقة 14 لكوليبالي. احداث هنا كتيره جدا، في احتفاليه كبيره جدا ورانا وقدامنا وجنبنا بين الشوطين وقبل الماتش. ميدو مركز معانا ميدو دلوقتي. انتوا كنتوا على الهواء وقاعدين ومركزين جدا طبعا. هو ابتدى، انا هو الاستاذ ابتدى، راح منزل لي صوره صورني، قال لي هصورك، قال لي صورك، قلت له صورني. يعني انا استغربت بيه يصورني اساسا، ما بيصورنيش لوحدي كده. راح مصورني وراح منزل على الانستجرام صوره ورايا شويه حاجات كويسه. انا مش مدي اخوانا يعني، قال لي هصورك، قلت له صورني. الصوره دي كمين؟ اصل احنا اتصدر لنا الموضوع ان انت بتصور نفسك سيلفي مع مصور. والله مش انت اللي مصور؟ لا هو، لا انا هو اللي بتليفونه وانت مش واخد بالك. وانا على الهواء فجأة قبل الهواء راح قايل لي على انا نزلتها، فببص لقيت كاتب وكاتب التعليق اللي هو بتاع المؤدى، قال يعني خلص عليا، عايز يخلص عليا خالص يعني. انت مسكين، بس انا بصيتها على الهواء. انت فاكر ان الجماهير هي اللي وراك؟ لا انا شفتهم بس. عادي مش مدي اخوانا يعني، قال لي هصورك، فقلت له صورني يعني، احنا في المكان حلو يعني. الاتموسفير حلو، عارفه مكان ماتش كوره والدنيا حلوه فبنتصور يعني. صورنا 3000 صوره يوميها. بس مش مدي اخوانا دول بالذات يعني. انت بقى عملت كده ليه؟ لي بقى راح منزلها لي. لا اشرح لنا بقى ليه عملت بس انا بقى رحت هنا ورحت انا رحت انا مرجعها له على طول. احنا افتكرنا العكس، افتكرنا انه واحد اديته اتنين على طول. طب انت يعني يعني بحكم خبرتك في الحياه كده، تتخيلي ان البنات دول ممكن يعدوا حازم ما يبصش عليهم؟ اسمعنا حازم، انا بس عايز اسال، 70000 كلهم بصوا مش جاد عليا انا. بس بس انا هقول لك على حاجه، بحكم خبرتي في الحياه ان هو ممكن يبقى نفس الفعل بس احنا رد فعلنا هو اللي مختلف. ايوه صح. لما ميدو يبص نقول ايه، اصل هو بيعكس البنات، ما اعرفش ليه يعني. ما اعرفش ليه احنا يعني والله صح والله، يعني هي الغلطه فينا احنا. هي صح والله، عشان يعني الفرق لا والله انا فعلا مش مدي اخوانا والله. طب انا اقول لك حاجه بقى، في لقطه تانية بس هي ما جاتش الحمد لله في التلفزيون. قبل ما نطلع الهواء بدقيقه جم برده صف كده، دي انت كنت هتبص دي بقى. بصي قبليها مثلا بتاع 20 برده ولابسين حاجات غريبه جدا، وقفوا ورانا بالظبط في الحته اللي احنا واقفين، وقفوا بقى في الحته دي بالظبط في نفس اللي احنا فيه ده، مستجمد من دول شويه، وقفوا انا هسال سؤال ملوش علاقه بالرياضه خالص، دينا سؤال في المعركه ومهما حاولوا يغششوكوا مش هتعرفوا لان هو الموضوع ملعبك. هسالكوا على اسم فيلم مصري الفنان محمد هنيدي قام ببطوله فيلم ومسلسل بنفس الاسم عن مدرس لغه عربيه. رمضان ابو العالمين حمود. حمود. رمضان ابو العالمين حمود. رمضان ابو العالمين حمود. مين اللي قال الاول؟ انا قلت. ما قلنا بقى والله بقى. انت قلت قبليا؟ ايوه. انا هريس واحد. لحظه واحده، لحظه. رمضان انا قلت رمضان ابو العالمين حمود. وحضرتك؟ انا عارف الفيلم، انا قلت والله رمضان ابو العالمين حمود. بس هو اللي انا احب اقوله لكم ان مبروك هو ان هو اسمه رباعي مش ثلاثي. ايوه ما قلنا رمضان ابو العالمين، رمضان محمد ابو العالمين حمود. رمضان مبروك يعني. رمضان مبروك ابو العالمين حمود. يعني هو الاحلى من النتيجه اللي هي تعادل هو التنافسيه، الاداء. الاداء في تنافسيه عاليه جدا في ما بين حازم وما بين ميدو، بس لسه التقييم ما خلصش، المنافسه مستمره. كابتن حازم امام فيزافي كابتن ميدو في الكوره. هو لازم اعترف، انا اعترف يعني، اكيد حازم احرف مني اكيد يعني. انا كنت ابيض اكيد. ايه ده اعتراف جامد جدا. لا طبعا اكيد حازم احرف واحد جه مصر. لا كده خلاص كده هو كسب. حط تحت بريشر. مش هعمل حاجه. انا بحط تحت بريشر. يلا لا انت معايا انجوي يعني. لا يلا في نفس الوقت نعمل. لا كل واحد لوحده، كل واحد عشان مساحه مش هتاخد. يا ولد لا 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 لا
لا ده اداء. جبت كام انا كده؟ 33 23 يا معلم. 33 33 23 يا عم. يا ماما الكوره بعد بتاعه كده. هو انا هتسيب له المتاع لان هو كده عمل شغل كويس. 33 ايوه 2 3 4 شوفي شوفي حطيته تحت ضغط ازاي. هدية ماما الحقيقية هي الحب والعرفان وتقدير اللي عملته. انما مفيش مانع ابدا ان كل ماما النهاردة هتبص هنا هتلاقي اكبر اتوبيس في مصر تقريبا اكبر حجم كينج سايز. الاتوبيس ده مليان حاجات كتيرة، أجهزة وهدايا لكل الأمهات اللي موجودين دول من الأول للآخر. شكراً يوم الجد. الأتوبيس يتفضل. السيفي بتاعي حاجة محترمة جدا وحاجة حلوة جدا، أنا أفتخر بيها. أشكرك يا حكيم. ده شهادة ومجاملة. لا مش مجاملة والله، مش مجاملة والله، ما هي مجاملة والله، ما هي مجاملة. يعني أنا أول ما شفتك النهاردة قلت لك حلم حياتي اتحقق إن أنا أطلع معاك في البرنامج ده. حكيم ده أنت انترناشونال. ربنا يخليكي، أنا بيكو انترناشونال، بيكو وبالناس الحبايب دول. يعني هم دول هم اللي خلوني كده، وأنتوا اللي خليتوني كده. انا بشكركم وبشكر كل اللي تابعوا الحلقه دي، وبتمنى ان هي تكون يعني خليتكم تقضوا اوقات حلوه. بشكر حكيم قد كده واكتر، ربنا يخليك، لانه دي حاله استثنائيه زي ما قلت لكم. حكيم ما بيطلعش في برامج كتير، وفتح لنا قلب وغنى من هنا وغنى من هنا. الطف حاله ممكن الواحد يتابعها على التلفزيون. وزي ما قلت، حلقه مع حكيم هي هديه بدون مقابل لاوقات بنعيشها كل يوم. بحيي الفرقة تحية كبيرة جدا، وعايزين نختم الحلقة دي بصراحة. حكيم عمل اللي عليه وزيادة،
فانتوا بقى السلام عليكم بقى تخليوها لنا كده مزيكا ونحاسيات واحنا نسلم على الناس ونتمنى لهم ليله سعيده وهنيه ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا والسلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.